لحظة وصول الرئيس تبون إلى أرض الكنانة مصر. وإذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرحب به ترحيب رسمي، فنحن نرحب به ترحيب شعبي، ونبعث كل التحية إلى أشقائنا في الجزائر. وزي ما احنا شايفين استقبال حافل للرئيس عبد المجيد تبون، ونتذكر بعض كلماته عندما قال: إذا كانت مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين، فالجزائر قبلة الثوار. كلمات هامة جدا، وبلد المليون ونصف شهيد، فعلا الجزائر قبلة الثوار، وأقوى جيشين في الوطن العربي وهما الباقيان يعني، وطبعا جيش السعودية وكده، لكن الجزائر ومصر جيشين كبار جدا، ونتمنى أن يكون تعاون وثيق. وهذه الزيارة في إطار الأخوة وإطار التعاون، وهنشوف يعني بعض من هذا أخبار هذه الزيارة. طبعا الرئيس الجزائري يبدأ اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في زيارة رسمية إلى دولة من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، دولة سلطنة عمان. وتندرج الزيارتان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بحسب بيان الرئاسة الجزائرية ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وتقارير أفادت بأن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر تستمر يومين مرحبا به في أرض الكنانة، ويلتقي خلالها بنظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدد من القضايا والتعاون الثنائي بين البلدين وملفات إقليمية في مقدمتها قطاع غزة والأزمة الليبية. طبعا الأزمة الليبية بتخص الطرفين وكده، ويعني مرحبا بالرئيس الجزائري في مصر. يشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ابتداء من الأحد في زيارة عمل وأخوة لمصر وزيارة دولة إلى سلطنة عمان. بيان عن الرئاسة الجزائرية وضح أن الزيارتين تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور. هذا وغادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد الجزائر متوجها إلى جمهورية مصر العربية في إطار زيارة عمل وأخوة إلى هذا البلد. وكان في توديع الرئيس تبون كل من الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام. كما استمع الرئيس الجزائري إلى النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، ونرحب مرة تانية وثالثة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة. تحياتي، محدثكم ظريف الأديب.